انا زيد خلق مراكش. الحومه ديالي الاولى هي باب تكوالا قبل ما يموت الوالدين، من بعد انتقلت العائله ديالي للملاح، من بعد سكننا في الملاح شحال، من بعد جا داك الفيلم ديال رجاء اللي مع جاك دويو باسكال غريغوري الممثل المعروف سميتو. يلا تزوجت شرادة، فهمتي؟ يلا دابا راجلي وراجلي ماشي نقول شي واحد تزوجت شي واحد غندور شجرة مسكين بحالي بحالو، يعني يقدر عرفتي المغاربة هنايا حنايا اللي ما كنتيش قاري مزيان وما عندكش ديبلوم راه ما تيبغيوش يخدموا الناس. راجلي خدام في وزين ديال الزيتون، خدامين معاه بالساعة، هو اللي عايش معايا دابا. نجات بن سالم وقع لها مشكل مع دارهم حيت الناس ما تعرفوش الخدع السينمائيه، ما تعرفوش بان راه داكشي تيكون هي تروكاج وتيكون بزاف د الحوايج. يعني كان وقت ما عندي العائله شويه تقليديه والناس مراكش القدام عرفتيهم كي تيكونوا تيجي شي واحد يتلاقى مع خويا ولا تيتلاقى مع اختي ولا شي حاجه تيقول لها واش فراسك اختك راه دارت هادي ودارت هادي ودارت هادي، يعني كان ولاو تيتاثروا هما بسببي انا بكثرت ما كثر الصداع والمشاكل في الدار. حاولت انا نخلي لهم هذاك المكان اللي تيعيشوا فيه الدار فين تيساكنين، هو ما انا ما بعيداش عليهم بزاف، غير هي تنقصات عليهم الهضره بحال هما ساكنين هنا انا ساكنه قريبه ليهم شويه، غير هو تقطعات الهضره بيناتنا لمده سنين متعدده انا وياهم بزاف. واحد خويا بعدا ما تهضرش معنا بمره لحد الان كبير باش الناس يفهموا الغلط اللي وقف اللي وقع في رجاء، حيت الفيلم ديال رجاء هو فيلم كامل وتيهضر تيهضر على البنت المغربيه اللي تيستغلوها الاجانب. الناس خلاو هذيك الفكره ويقعد تفكروا اللقطه الخايبه اللي في الفيلم، واش فهمتي؟ ما شافوش المضمون ديال الفيلم كامل. المهم في 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 الفيلم ديال رجاء جا صور تكرفس مزيان في هذيك الدار اللي ساكنين حيت اهله للسقوط، وهي اصلا فيه الان واحد البيت اللي ساكنه فيه انا راب منه النص طاح لي على الجوائز ديالي تهرسوا تضربت في ظهري. جوج جيران هما اللي خرجوا الحوايج وخرجوا داكشي الجوائز ما بقى فيهم ما يتجمع غير البياسات مهرسينها بقاو عند الجواري شي جورنالات تصاور داكشي اللي باقي عندك من السينما اللي باقي تتفكري به السينما. انا راه الناس عارفين بانني انا تنبيع القرفص جامعنا، واخا تنمشي للمارشي الكبير ديال مراكش تنشري السلعه تنعاود فيها البيع او تما من مع الناس كثار تحاولي تبيع القرطم 12 ناطر رجع في حالي. تنمشي المحلي تنقعد فيه حتى ل 5 العشيه نعاود نبدل حوايجي نعاود نمشي لجامعنا حتى ل 12 الليل وحتى على حسب جامعنا معيش اخو. سيف ديلا كان جا الجامع فينا تيدور انا نخدم في جامع فينا تنبيع الكارو، كانوا بعض الممثلين تيدوزوا من تما والمخرجين بحال هكا ملي تيكون شي تصوير في جامع فينا ولا شي حاجه ضروري تعرفتينا عزيز عليك حب الاستطلاع في المغاربه كاملين ضروري تبغي تمشي تشوفي اش واقع تما. يعني تندخل تلقى شي ممثل تنعرفو ولو ما نعرفش الكنيه ديالو ولا سميتو تنسلم عليه تنعرف ليه راسي انا يا رجاء هذا هو في ديك الساعه في ديك اللحظه تيعطيك شويه الوقت تنقول لي الا كان شي دور ولو يكون غير بسيط اي فيغيراسيون اي سميتو الا كان ممكن تعيط لي باش تساعدني حتى انا على المعيشه حيت ما باغيش ندير شي حاجه اللي هي خايب. تيقول لي واخ او ناخذ النيميرو كاع تاع التليفون ديالو اللي قدرت بدا يتعيط لي حتى الدراري في راسو ما باقيش يجاوب. من بعد جا السيف ديال جواري داز من جامع فنا هضرت معاه انا السيف ديال تنعرفو ناقد سينمائي وصحفي عيطت ليه قلت له ودي واقع ليا واقع قعدنا فواحد القهوه عاودت ليه مشى هو في حاله. يعني الصراحه ما وعدنيش بشي حاجه وما هو حاجه وحده اللي دار ديك الساعه هو صبرني انت حيت بديت تنبكي وداك الشيء مشى موراه بواحد ما كملاش جوج سيمانات عيط ليا انا اصلا ما كانش عندي التليفون وديما ماشي ما تيكونش عندي التليفون غير بعض الاحيان الظروف تجعلك تقدري تبيعي تحويج. جا عندي الحومه في سكره قلب عليا جاو الناس شي سبعه الناس لقيتهم في وسط الملاح تعطوني النمره ديالو السيف ديالها. المهم عيطت ليه قال لي انا هو السيد اللي هضرتي معاه في كافي فرنسا وهذا بغيت نشوفك. قلت ليه ماشي مشكل
من بعد الفيلم ديال رجاء انا سافرت لاوروبا، مشينا لفرنسا، مشينا للطليان، كنت خديت جائزه احسن اول عربيه في الطليان، احسن ممثله. من موراها جيت لمراكش حضرنا الفيلم ديال رجاء نيت، كان الدوره الاولى عنا في 2003 الدوره ديال الفيلم. موراها خدينا جائزه احسن ممثله في 2003. لا انا ما ندمت على حتى شي حاجه، حيت كلشي تنديرو بارادتي، ماشي شي واحد اللي فرض عليا شي حاجه، تندير داكشي اللي بغيت، ما كاينش اللي يقول لي لا هادي ولا هادي. وحده اللي عندها الحق تحاكمني راه عندها الله، هي امي هاديك نقدر الى هضرات ولا شي حاجه نقدر ما داكشي اللي قالت هو اللي ندير، ولو يكون ماشي في صالحي. اما شي واحد اخر ما تيتسال فيا انا والو، حيت انا كبرت راسي براسي. انا درت رجاء، درت رجاء بنت الملاح، مثلت واحد شويه في اكس شمكاره، وراكم الناس محال عرفوني، حيت هو هي دور بسيط فاش تكون بشرى اريش خارجه من واحد الكيوسك وتقول لي نوزي من هنا، وهي تكون واحد حشك واحد طواليت، وتنقول لها تديري بحال ساكنه في فيلا، انت ساكنه حدا طواليت. عندي واحد المقطع فاش يكون بيزون في الصطافي تيلوحهم انا الاولى تنتلع. هذا هو الدور اللي درت، ما كاينش عروض، ما كاينش الناس اللي بيعيطوا، وانا تنتمنى الله ما تعرفي هذا العام يكون شي حاجه منين فتحنا السروال نشوف شي حاجه طلع. انا القفطان هذاك ديال لوسي، مشيت لعندها قلت لها عندي واحد العرض كاين وكاين، هذاك القفطان عزيز على حيت جابوا لها راجلها. المهم جابتو ليا، انا لبستو عجبني، هذا هو المهم، انا عجبني، شت راسي في المرايا عجبني الحال، شعري صوبته فاش كنت جايه صوبت شعري. مشكل ديال السروال انا داك النهار دايره الترويط، ومن تكون دايره الترويط يديروا لك واحد الماكينه تيسخنوا لك بها رجليك باش يبداو يحركوا لك الرجال وداكشي. دابا هي خاصك ما تدارش البرد، ما تعطاش البرد في ديك الساعه. وانا نعرف جيت للميراج نهار الجمعه، نهار جوج في الشهر، كان الشتاء، يعني الا شتي في الميراج كانوا توصلوا الناس بالمضوله حتى البساط الاحمر. انا درت لبست كولوني لتحت على حساب رجليا، او على حساب بانني انا خايفه على البرد لا مرض ولا سميتو. الناس بانت لهم ديك التصويره بانها غير لائقه فوق البساط الاحمر. واش نتوما تتعرفوا ديك السيده اللي طالعه فوق البساط الاحمر ولا شغل كنت في السروال؟ نعرف هذا اللي والله الجليل. انا بقى في الحال بزاف ماشي غير شويه تنشوف. خلى ليستوار ديال رجاء بنت الملاح كامله، حياتها كامله، وانا من 2013 من 2003 ما جيتش للميراجان حتى 2016، ما عمرني طلعت فوق البساط الاحمر. ونهار انا فرحت بانهم عيطوا لي دعوه رسميه وكذا، جيتي انت حتى الاخر ودرتي لي بحال ما كاين والو، ولا كون شي يقول لك الا ما عرفتيش دير الخير تجنب ما دير الشر مع الناس، الا ما عرفتيش تساعد شي حد بالاحسن خليه في حالته، ما تضرش شي واحد ما يضركش. اذا نقول لك المظاهر عندنا حنا كدابه، كاينين الناس قارين مزيان وتيعاونوا مالي الباك وتعاود تلقاهم ساكن مرض عقليا. ماشي بقات في القرايه، شوف انت علاش تربيتي الاخلاق علاش كنتي. انا فعلا وقع لي مشكل مع دارنا، وقيله خرجت للتماره بكري وما كملتش قرايتي وكلشي، وكون الاخلاق علاش ربتني امي الله يوليها برحمتي، لا هي علاش باقيه داكشي اللي شت امي عايشه هي وبا، هما علاش باقيه معاهم. هو في 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 في, في المهرجان ديال الطليان وفي الندوات الصحفيين في فرنسا، كان السؤال اللي كان تيطرح بزاف هو واش اش تمني، واش تمثلي في المغرب ولا تمثلي في العرب. انا الحقيقه اش كنت نتخيل، قلت لهم انا بغيت المغرب، قلت داكشي اللي بغيت نعطيه في بلاد اخر، اللهم نعطيه في بلادي. ولكن ملي جيت تقلب عليا العكس، ولا العكس ديال داكشي اللي واقع، يعني ما كاين لا تمثيل لا ناس تعيطوا لا والو، تا توقع الفضيحه ولا تجي وقع شي حاجه عاد تفكروا. هو انا على ما تنقول واقيلا الناس تيبان لهم بان الموهبه ما كايناش، او حيت ما قارياش مزيان وما عنديش امكانيات وشحال من حاجه،
انا هذا هو السبب. اما بالنسبه للجراءه، الافلام كلهم فيهم الجراءه، اصلا السينما تبنات بالجراءه. المصريين كانوا تيكونوا السينما ديالهم بالجراءه، الاوروبيين كذلك، المغرب كاينين بعض اللقطات اللي تيكونوا، ولكن الناس اللي ما عارفينش بان هذيك الاقتراح دايزه بانها في الكاميرا تكون ملصقه ولا شي حاجه، هو اللي تيكون عندها المشكل المتفرج. اما انت مخرج او ممثل عارفتي الواقع ديال السينما المغربيه، خاصك ما تحكمش عليا انا. انا انا بالنسبه للتمثيل انا عزيز عليا لي كوميديا، حيت لي كوميديا ناقصه شي شويه من المغرب. حنا الناس البسطاء تتلقاهم هما اصلا اللي من الزمان والوقت، وتيجي تتفرج في شي فيلم ديال شي وحده مثلا مقاسمه مع راجلها، ولا شي وحده راجلها خلي لها ضربه، هذيك هي تتفكر راسها فيه، تزيد تكمل هذاك الشيء اللي خاص. ماشي الا بحال الا كانت شي حاجه فيها كوميديا تتحاول تنسي دوك الناس، حيت كل اللي تيتفرج باقي دابا في التلفزه كلشي عنده الانترنت، راه هي الناس البسطاء اللي باقيين مقابلين التلفزه بزاف.